ولا زلنا في سوهاج، حيث أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم صحة في تقديم خدماتها الطبية على مستوى المحافظة من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة. هذا وتستهدف الحملة العاملين بمختلف المصالح الحكومية من خلال عمل زيارات يومية لهذه المصالح وتوقيع الكشف الطبي على العاملين. جدير بالذكر أنه تم تدشين الحملة القومية 100 يوم صحة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 25 من الشهر الماضي بجميع محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة سوهاج، وتجوب الحملة المدن والقرى المختلفة لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد رفعت. وتستمر بمحافظة سوهاج فعاليات الحملة القومية 100 يوم صحة، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجوب مدن وقرى المحافظة المختلفة لتقديم خدماتها الطبية المجانية لأبناء المحافظة، وذلك ضمن توجه الدولة لدعم صحة المواطن المصري. احنا مستمرين في حملة 100 يوم صحة اللي اطلقها فخامة الرئيس من يوم 25/6. احنا دلوقتي النهاردة شغالين في المعاشات والشؤون الاجتماعية، شغالين بنقدم الخدمة سواء موظفين حكومة او ناس مترددين. ده مش اول مكان حكومي لينا، احنا اشتغلنا في القوى العاملة، اشتغلنا في نقابة المحامين، اشتغلنا في نقابة الصيادلة، بكرة ان شاء الله هنبقى في الضرائب، وبعده احنا موجودين في كل مكان بالاضافة لاماكننا الثابتة 27 مقر ثابت زائد في وحداتنا زائد الرعاية زائد الطفل. هدفنا كل مواطن سوهاجي من سن يوم لغاية آخر العمر، بنقدم له مبادرات رئاسية من أول مبادرة السمعيات للحديث الولادة لغاية ما بنوصل مبادرات كبار السن، مرور بتحليل الفيروس، سكر، اعتلال كلوي، اكتشاف كل الأمراض المزمنة. هدفنا في الآخر مواطن سوهاجي من غير أي مرض إن شاء الله، انزل اطمن، ده شعار المبادرة بتاعتنا. احنا فرقنا متدربة وكل شوية بنعمل لهم اعادة تدريب على احدث الاجهزة اللي وصلت لنا. عندنا فرق متدربة من طبيب تمريض مدخل بيانات، بحيث قاعدة البيانات على طول على موقع الوزارة بيتم الاحالة الكتروني لو حد محتاج خدمات اعلى في جهة طبية اعلى زي مستشفى سوهاج العام بالنسبة لنا هنا في مدينة سوهاج. انا مدخل بيانات في مبادرة 100 يوم صحة. انا هنا بدخل بيانات الحالة، بدخل الاسم والرقم القومي، الكارت ده الكارت، بدخل الاسم والرقم القومي. بالنسبة لو كانت مرأة بنحولها لصحة مرأة، وده الكارت برضو الخاص بصحة المرأة. احنا عندنا بندخله الكتروني وبندخله ورقي. الورقي زي ما قلت لحضرتك على الكارت، بندخل اسمه ورقم تليفونه ورقم القومي وبياناته من الوزن والطول. وعندنا برضو الالكتروني اللي هو نظام على السيستم، بندخل برضو نفس البيانات على الموقع بتاع الوزارة. الحملة تستمر لمدة 100 يوم بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم من خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية والميادين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة. النهارده شرفنا بزيارة حضراتكم من مديرية الصحة للفحص الشامل من قبل المديرية على السكر والضغط والأمراض المزمنة ووظائف الكبد والكلى. وطبعا احنا سعداء بهذه الزياره للمنطقه هنا، واحنا بنشكر سياده الرئيس على الاستضافه دي وعلى حسن الحاجات اللي بيعملها لينا كاسره واحده وكمنظومه واحده. برضه حمله كويسه الواحد بيطمن فيها على صحته، ودي طبعا تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، حاجه كويسه الواحد لما يطمن على صحته. ونشكركم على الحمله دي. انت شايف ايه الفحوصات الموجوده؟ ايه يعني احنا عملنا سكر وضغط وميزان وحضور. الحملة تستهدف كل الأعمار السنية بدءا من الولادة وحتى الشيخوخة، وتشهد تكثيف فعاليات 10 مبادرات رئاسية صحية، منها مبادرة صحية ومبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وغيرها. محمد رفعت، طيبة.